للأمانة كانت تجربة جدا جميلة جدا جدا جميلة مع الأهل والأخوان والعائلة. وجدنا حيوانات تقريبا أتوقع أنها من النادر تشوفها مثل حيوان الليقر، حيوانات ما موجودة أتوقع إلا في أفريقيا، مع وجود المرشدين السياحيين اللي يساعدونا. للأمانة أنا جدا سعيد، العائلة جدا سعيدة بوجود مثل هذه الفرص. طبعا هذا الشيء مو متعودين عليه في السعودية، متعودين على حدائق حيوانات صغيرة. الحدائق غالبا الحيوانات فيها هي اللي في قفص واحنا اللي ندور عليها. اليوم العكس اللي نشوفه، شيء جميل، البهجة على الكل. ما كنا نتوقع انه نعيش الأجواء الأفريقية هنا في السعودية في الرياض.